تأججت الخلافات بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى حد غير مسبوق، تمثل في مقتل شخصين على الأقل في اشتباك بين الطرفين في العاصمة صنعاء. وكانت مصادر أمنية قد أعلنت مقتل ضابط مقرب من صالح في الاشتباكات. وتبادل أفراد من الحرس الجمهوري إطلاق النار لنحو نصف ساعة مع مقاتلي الحوثي الذين حاولوا إقامة نقطة تفتيش أمنية قرب منزل نجل صالح ومكتبه الإعلامي في أحد الأحياء الراقية، وذلك وفق ما ذكرته مصادر محلية. وأكدت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون أن عضوين من اللجان الشعبية قتلا في الاشتباكات. وينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، هل من تفاصيل حول هذه جديدة حول هذه الاشتباكات؟ تسمعني خليل؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا خليل. نعم زاهر، يعني نعم. ليس هناك تفاصيل جديدة تتعلق بهذه الحادثة سوى ما ورد سابقا وتم تناوله. نعم زاهر، أسمع. نعم تفضل خليل، تفضل. ليس هناك تفاصيل جديدة يعني حول هذه الحادثة زاهر، ولكن فقط حتى الآن الروايات التي تم تداولها هي الروايات التي نشرتها وزارة الداخلية بقولها إن حادث، نعم، وزارة الداخلية في بيان لها قالت إن الحادث الذي أسمته بالاعتداء من قبل مجموعة من المسلحين على نقطة أمنية تابعة للحوثيين هو بمثابة الفتيل الذي أدى بعد ذلك إلى اشتعال المواجهات وأدى إلى مقتل خالد الرضي القيادي في حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأيضا مقتل عنصرين من جماعة أنصار الله الحوثيين، وأدى بعد ذلك إلى توتر استمر لساعات في العاصمة صنعاء، وبعد ذلك أدى أيضا إلى تبادل المواقف والاتهامات بين بعض الناشطين في الجماعتين. ولكن يمكن القول الآن بأنه في الجزء الغربي من العاصمة صنعاء هناك نوع من الاحتشاد للمقربين من خالد الرضي القيادي الذي قتل من حزب المؤتمر، ويعني تجمعات قبلية تتبع يعني من قبيلة الرضي حتى الآن ربما تتدارس ما الذي يمكن التعاطي معه وأي خطة يمكن التعاطي معها للتعاطي مع هذا الحادث، لكن ربما أيضا خلال الساعات القادمة ترد تفاصيل أخرى قد نوافيكم بها. ليس هناك أيضا تفاصيل دقيقة إضافية يمكن الإشارة لها بشكل دقيق. خليل القاهري مراسلنا من العاصمة اليمنية صنعاء، شكرا جزيلا لك.